جهازات الباشا هالي قرية تلة محطة المنيا تبع حوض طواش والسعر من نزقي من مية النجار والصار ورحنا وكيل وزارة الري دور واثنين وعشرة إن وكلنا المسورة نديله الشوكة ياخدها مني نرماها في الزبالة هدينا 20 سنة نجروا المسورة دي وحاليا الوقت نزقي 40 فدان من المسورة المسورة ديت أساسا جايبة مية منين؟ جايبة مية من جنبية التلة اللي بادية من السبط الشرقية المتدية في السبط الشرقية يعني احنا قبال المية عادي مش قادرين نزقي لما نزقي من مية الصرف وده ممنوع من الصرف الصحة كمان مش المغطي اللي جاي جاب المحطة المجال بتاع محطة المينا كلها مصوبة في المحيط ومحيط مركب علينا هذا المصورة هذا فينا صرفت علينا مش عارف 7000 جنيه وتسدد ما طلعتش مية ليه؟ ما طلعتش مية لأنه عايز بعد تاني لتحت عايز بعد تاني لتحت عشان تطلع مية ودي المصورة اللي جاية من الجنبية جنبية التلة امشي علي طبعا دي عالية كلها ومسدودة طين عشان تطلع في الجو جول الاهالي هنا لما مش بتلقى ميه بتعمل ايه؟ بدور من الميه بتاع المصرف دي جايه من المحيط ميه وسخه. والميه بتاع المحيط دي بتبقى المصنع بتاع الفرن. اساس من كله طبعا ان الميه ما فيش ميه المنصوره دي مسدوده اللي هي العمال اللي عم يدي لمؤاخذه زي الجابيه دي عم يسقوا منها الارض. دي اتردمت. عم يدوروا من الميه المزيد دي موتت الزهر. هذه يعني كل اللي هي الحكايه لما هم يبحثوا على دي يطلعوها ينفضوها واخد بالك وايه؟ الحل المسؤول دي لازم توطى ادي الطالبين لما توطى ايه اللي هيحصل؟ المايه تركب عندنا هنا ان الوقت المايه اللي الترعه الجانبيه 100 بس اللي مع البحث بتاع الكرافات المنسوب بتاع المايه بجواطي بس المايه كثيره بس مش راكبه على المسؤوله كل ما نروح للمسؤولين وكل واحد برايه ولا فيش حل ايوه ده عم يموت الزرع ما انت شايف لو الزرع لحد ما يخطوا بس لاقي مات من المايه الوسخه دي